سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي سهله بزاف واللي فيها جوج المكونات اللي تقدر تلقاهم في اي دار. المهم سهلين بزاف. المهم فيها معلقه ديال الدقيق، معلقه ديال الدقيق، ومعلقه ديال الخل، وكتخلطيهم هكا حتى تيولي كيندمجو مع بعضياتهم. صافي، من بعد كديريهم لوجاك، كتخليهم 5 دقائق بما ينشف داك الخليط. صافي، كتغسلي وجهك وتعطيك النتيجة. ديك الساعة تعطيك النتيجة مزيانة. ونتمنى يعجبكم هاد الوصفة اللي عطيتكم. البنات جربوا هاد الوصفة، والله الا ساهله وكتعطي النتيجة في اول استعمال ديالها، وفي نفس الوقت هي كترطب الوجه وكتصفيه. المهم النتيجة كتعطيها لك من اول استعمال. جربوها البنات، راه زوينه 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 بزاف، وكنتمنى تعجبكم هاد الوصفة. وما تنسوش تشجعوني. السلام عليكم.